وزي ما تعودنا دايما بنبدأ مع بعض متابعة لأهم عناوين الصحف اليومية، وبيكون معانا في هذه الفقرة ومنورنا النهاردة الأستاذ محمود الجندي الصحفي. صباح الفل. صباح النور. أخبارك إيه؟ عندنا أخبار كتيرة جدا، عندنا عناوين كتيرة جدا، نبدأ على طول من الأخبار والصفحة الأولى. الرئيس يختتم زيارته لنيويورك بمشاركة في قمة مكافحة الإرهاب. المصري اليوم من الصفحة الأولى: إرهاب داعش يوحد العالم والأسد يفرقه. من الأهرام صفحة واحد: 2573 مرشحا فرديا يخوضون سباق المرحلة الأولى. من الشروق صفحة واحد: البابا يطالب أقباط النور بمراجعة أنفسهم. من الوطن صفحة واحد: المالية تفتش في جيوب المواطنين والمستثمرين. الشروق صفحة 2: اليوم الضرائب تسعى لتعطيل العمل احتجاجا على الخدمة المدنية. من الوطن صفحة 1: نصار وزير التعليم ورئيس الوزراء يعطيان أبناءهما دروسا خصوصية. من الشروق صفحة 3: اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف المصري قبل اجتماع لجنة صد النهضة. طب نبدأ على طول من نيويورك، يمكن كان كل عيون الإعلام العالمي والمصري كانت مسلطة عليها الفترة الأخيرة، طبعا مع الزيارة وكلمة الرئيس الفتح السيسي في نيويورك. اختتم الزيارة بالأمس، والنهاردة عود إلى أرض الوطن بسلام إن شاء الله. كان في حاجات مهمة، كانت في إشارات يعني أرسل بها الرئيس خلال كلمته، خاصة في قمة تحدي الإرهاب أو قمة مكافحة داعش كما تطلق عليها الصحف. أهمها أنه اتكلم عن وحدة المصريين خلال الفترة اللي فاتت، قدروا يثبتوا أنهم يد واحدة وأنهم مش محتاجين لحد او مش محتاجين لاي دوله اكتر ما هم محتاجين لانفسهم، ان هم يكونوا واقفين جنب بعض. كمان اتكلم على ضروره وجود الشباب، وان هو حابب ان يكون الشباب موجودين قدام عينيه وموجودين جنبه في الفتره الجايه. طبعا يمكن اتفقت كلمه العالم كله على مواجهه التطرف وخاصه ظاهره تنظيم داعش الارهابي. دي كانت ابرز حاجه، ان يكون في موقف موحد ضد داعش، بدل ما احنا عمالين في تحالفات بتواجه داعش واحنا بنواجه ارهاب بشكل مختلف. يمكن الرئيس كمان اتكلم على انه مصر كان ليها دور مهم ولا زال بتواجه يعني في مواجهه الارهاب بكافه انواعه وبكافه يعني عندها خبره كمان في كيفيه مواجهه هذا الارهاب على اختلاف شكله والطوائف المنتميه ليه. يعني كانت زياره مثمره، وكان في جزء منها لقاءات لجذب استثمارات جديده. اعتقد كانت يعني زياره جيده وكانت مشرفه، ويمكن كان ابرز برضو من ابرز الحاجات انه الرئيس بيتكلم مع اعلاميين مصريين موجودين في نيويورك، انه الاعلام دوره مهم وهو نقطه الضعف، ان هو المفروض هو ده اللي يوصل صوتنا. يعني طالبهم ان هم يوصلوا صوت مصر ويوصلوا الصوره الصحيحه عن مصر للدول الخارجيه اكتر من هم ينقلوا عن نيويورك ويعني يوضحوا الصوره للمصريين. محتاجين لا يكون دورهم عكس، ان هم يوضحوا الصوره المصريه للعالم بره. ده المفروض. هنروح على طول على ارهاب داعش وحد العالم والاسد يفرقه، اعتقد ده في اشاره لملف اللاجئين اللي بيهز العالم، وفي نفس الوقت برضه لارهاب داعش الذي وحد. طبعا يعني هو في اختلاف على بعض القوى الدوليه عاوزه الاسد يظل كما هو، وقوى اخرى بتطالب برحيل الاسد حتى يعود الاستقرار لسوريا. وما بين ده وده في ظاهره داعش زي ما قلنا اللي بدات تنتشر في اكثر من مكان، كان في تحجيم ليها فعلا الفتره اللي فاتت، يعني برضو مواجهتها ب يعني بحملات وتحالفات مختلفه عسكريه. كان يعني يمكن لو لاحظنا انه بدا يتراجع يعني دورها عن ما كانت منتشره الاول، وكنا كل يوم بنشوف فيديوهات لجرائم بترتكبها. تراجع ده شويه، محتاجين يمكن وده اللي يمكن القمه ناقشته، ان يكون في موقف عالمي واحد، ما يبقاش في اختلاف احنا هنشارك في تحالف ضد داعش ولا مش هنشارك. احنا محتاجين موقف دولي واحد يواجه داعش دي على كافه الاصعده، نشوف هي موجوده فين، سوريا، العراق، في اي مكان، ونبتدي نواجهها باستراتيجيه واحده ويد واحده. تكون حرب زي ما بيقولوا، حرب موحده. طيب على طول هنروح على المرشح الفردي. 2573 مرشحا فرديا يخوضون سباق المرحله الاولى. اتضحت معالم المرشحين، اتضحت معالم التنافس على مقاعد البرلمان في 2015 يعني ولا لسه برضه؟ يعني لسه، يعني هو اللجنه العليا للانتخابات اعلنت عدد المرشحين على في الانتخابات على المقاعد الفرديه 2573، وفي 8 قوائم دول هيكونوا في سباق المرحله الاولى.
بدات الناس تشوف يعني دعايه على خفيف طبعا لانه لسه فتره الدعايه ما بداتش في دعايه يمكن على مواقع بتاع تهنئه عيد الفطر. استاذ فؤاد الفريري هناك بقى مين استاذ فؤاد الفريري؟ تعرف بعد كده اللي هو المرشح فتعرف مش هحط اليافطه. طبعا ايوه تمام. يعني برضو احنا مهم ان احنا نختار كويس ده يعني مجلس هيكون مهم. احنا محتاجين نختار صح, نختار اللي يمثل الناس. يعني الناس اعتقد عارفه يعني فرزت كويس الفتره اللي فاتت وعارفه يعني الصالح من الطالح زي ما بيقولوا. نتمنى. هنروح على طول على البابا والذي يطالب اقباط النور بمراجعه انفسهم. ويمكن كان فيه الحقيقه تغطيه كبيره جدا على هذا الموضوع واخرهم حديث السوشيال ميديا من امبارح النهارده على احدى مرشحات حزب او مرشحات عن فئه الاقباط بس بتدعم حزب النور باسم حزب الدين. تمام. يمكن ده كان في حوار مع احدى القنوات الفضائيه بالزبط. وتم توجيه سؤال للبابا تودروس يعني في اقباط انضموا ل او داخلين ياخدوا الانتخابات على قوائم احزاب ذات صبغه دينيه بالزبط. فهو طالب في كلمتين قال لهم اتمنى انهم يراجعوا انفسهم. هو الراجل يعني خايف من استغلال الدين, قال احنا شفنا الفتره اللي فاتت كيف تم استغلال الدين للوصول الى مواقع سياسيه او في مصر وشفنا تاثير ده ايه وكان مردوده ايه على الدوله بالكامل. هو مش عاوز يكون الاقباط يعني ياخدوا هذه التجربه اللي ممكن تكون تجربه ماليه وسلبيه يعني من وجهه نظره هو يعني. أكيد. طيب هنروح على طول على الماليه والتي تفتش في جيوب المواطنين والمستثمرين. معنى هذا الخبر في تحليلك يعني؟ يمكن الماليه بتفتش فعلا في جيوب المصريين. ده يمكن منشط كل الجرايد كانت بتتكلم في هذا الاتجاه. كان في ورشه عمل عقدها وزير الماليه امبارح بخصوص موازنه المواطن واتكلم فيها عن بنود من خلالها هيتم توفير يعني مبالغ اكبر لموازنه العام الحالي بحوالي 98.5 مليار جنيه. تفاصيل 98.5 مليار جنيه هيجوا منين؟ جزء هيجي جزء الاكبر هيجي من المواطن بتطبيق الضريبه العقاريه بالكامل برفع اسعار الخدمات الحكوميه. بيقول الوزير بيقول ان ليها فتره ما تمش تعديل اسعارها, هيتم تعديل اسعار الخدمات دي مش متوضحه بس اكيد الخدمات الحكوميه اللي احنا بناخدها زكاه شهاده الميلاد, زكاه رخصه المرور, زكاه يعني اشياء من هذا القبيل. جزء ثاني في التصالح على اراضي الاستصلاح الزراعي, كانت في مشكله كبيره يمكن رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب قال لا تصالح في الشركات اللي خدت اراضي زراعيه وحولتها لنشاط سكني. لا وزير الماليه بيقول لا ان دي هتجيب حوالي عوائد في حوالي 12 مليار جنيه للموازنه. في شويه حاجات كده هيقل دعم الكهرباء والطاقه, يعني كلها للاسف حاجات زي ما وصفتها الصحف النهارده بتنحاز للاغنياء على حساب الفقراء. يعني في النهايه لما هتغلى الطاقه او البنزين او الكهرباء او غيره هتغلى على المواصلات, يبقى المواطن المتضرر هو الغلبان. ما هو المشكله هنرجع تاني نفس النقطه اللي بيتكلم فيها كل خبراء الاقتصاد او حتى اللي مش خبراء اقتصاد زي حالتنا كده انه في واضح ان ما فيش تحديد لهويه الدوله ورؤيتها في الحاله الجايه الاقتصاديه. يعني هل احنا عايزين نكون نظام راس مالي, نظام قطاع مشترك. نظام عام وحكومي وينحاز لطبقات الشعب بدون اي تسهيلات للمستثمرين او لرجال الاعمال والقطاع الخاص؟ يعني احنا فين؟ خصوصا كمان لما بنسمع اخبار عن استحواذ شركات اجنبيه عالميه على مصانع مصريه خاصه مهمه منها بسكو مصر ومنها ومنها ومنها. طيب احنا فين بقى؟ يعني هل برضه احنا لسه في عشوائيه في القصه ديت ولا ايه؟ يمكن يعني خلينا نتكلم على فكرة عندنا فاتورة دعم كبيرة جدا وبدأنا نرشد هذا الدعم. الفترة اللي فاتت شفنا البنزين أسعاره ارتفعت والكهرباء أسعارها ارتفعت عندنا ده, بس في النهاية مش هفضل دايما يعني أحمل عاوز أعباء عاوز موارد مالية أكتر, فمش هينفع أحملها للمواطن الغلبان على طول الخط. يعني في مستثمرين في هو في جزء من ده بالمناسبه هيتحملوه المستثمرين وهيتم طرح رخصه الاسمنت رخص اسمنت وهيتم طرح حاجات تانية, لكن في النهايه التكلفه الاكبر هيتحملها المواطن الغلبان. يمكن ده زي ما انت قلت في ضبابيه, احنا مش عارفين احنا عاوزين نعمل ايه, يعني مش عارفين نظامنا الاقتصادي هيمشي ازاي. هنفضل نرفع الدعم طيب وبعدين؟ يعني في ناس من دلوقتي بعد رفع الاسعار اللي فاتت واحنا شفنا انت بترفع السعر بنسبه في على ما بتوصل للمواطن بيكون رفعت 3 مرات او 4 مرات. يعني انت بترفع لو انت رفعت قرش بيترفع 10 قروش على ما بيوصل للمواطن.
انت ما عندكش ضبط للسوق، ما عندكش مراقبه للسلع اللي بتقدم بتوصل للمواطن، وبالتالي انت بترفع السعر من عندك مره التجار بيرفعوه 10. مظبوط. فلا احنا محتاجين رقابه اكتر، ومحتاجين ناخد بالنا انه احنا بنضغط على الناس اللي هي اوريدي مش لاقيه. يعني احنا الظروف اللي يمكن كل بلد يمكن ملاحظه انه من بعد يعني رفع الدعم، احنا مش بنقول انه ما يرفعش دعم، احنا بنقول جزئيا بس، يبقى على فترات نبتدي يعني نعوض ده. هي دي الحقيقه المشكله الاكبر، ان احنا مش عاوزين نضغط على الناس اكتر من كده، عاوزين ندور على حلول جديده، غير فكره ان احنا زي ما قالوا كده زي ما الجرايد بتقول بتفتش وجوب الناس. صحيح، بس على الصعيد الاخر برضه بتلاقي جهات اخرى المفروض تكون مش معنيه بالقصه ديت يعني بشكل ما، لكن برضه بتحاول. يعني مثلا في جهاز الخدمه العامه القوات المسلحه كان بيحاول يراقب الاسعار، كان بيحاول يشوف، وده شفناه في العيد يمكن تحديدا. بس يعني على قد ما دي حاجه طبعا ايجابيه جدا، على قد برضه ما ده مش مهمتهم. هو دي مش مهمته، هو بيحاول يساعد حمايه المستهلك فين، وزاره التموين فين، مفيش. احنا للاسف احنا عندنا وزارات موجوده وكيانات بدون اي فايده. زي ما انت قلت دلوقتي، انا واحد من الناس لامس ده، انه شايف منافذ سلع تبع القوات المسلحه موجوده في كل مكان، وبيفتحوا كمان منافذ ثانيه عاوزين يساعدوا الناس، في حين ان وزاره التموين ما بتعملش اي حاجه. ما فيش على العلم ان برضه لازم نعترف ان في تحسين في حال الجمعيات، يعني شركه النيل والمجمعات عامه في تحسن كبير في المستوى، وتحسن كبير قوي. أيوة، في ده 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 حقيقي، والناس برضه لمست ده، لكن احنا محتاجين بقى سواء النيل او سواء اسكندريه بصراحه، محتاجين نعرف يعني ان مهمتنا، مهمة وزارة التموين أو غيرها من الوزارات دي، مهمتهم هم الأساسية. إذا كانت الهيئة القوات المسلحة يعني بتساعد في ده، فإحنا لازم يعني نخف من عليها زي ما بيقولوا، يعني بالزبط. مش تفضل هي متصدية، يعني هي اللي شايلة أكبر دور المجمعات الاستهلاكية. يعني في مجهود بس كمان مطلوب أكتر، لأن يعني أنت بترفع دعم كتير. بس عوض الناس في حاجة تانية، اعمل حاجة تانية تكون تعويضا ليهم، أو تخفف عنهم يعني الظروف اللي هم عايشينها. طب برضه في نفس الإطار، يعني الضرائب بتسعى لتعطيل العمل احتجاج على الخدمة المدنية، لن ينتهي هذا الملف؟ يعني هو يمكن البرلمان مثلا ممكن يعدل في القانون، يعني بدأت تلاحظ انه الخناقه او المشكله مع الضرائب والجمارك، اكتر اتنين بيتكلموا او يمكن تقدر تقول الوحيدين اللي بيتكلموا في موضوع الخدمه المدنيه ومعترضين على هذا القانون. انا بقول فين باقي قطاعات الدوله؟ يعني اذا كان هذا القانون فيه عيوب بهذا الشكل الصارخ اللي لماذا لم تنتفض باقي قطاعات الدوله؟ فين باقي الدوله؟ فين باقي الوزارات؟ فين طب تفسر ده بايه؟ يعني اعتقد ان هم الاكثر تضررا، فهم دول عشان كده هم متحمسين او واخدين الموقف ده وبيهددوا بالتصعيد. بس لو حصل تغيير، هيحصل على كل قطاعات الدوله، على كل، لكن الغريب انه مش كل بيتكلم. يعني هو دي النقطه الاهم، ان مش كله بيتكلم هم الضرائب والجمارك الاكثر تضررا من القانون، لكن باقي قطاعات الدوله ليه ما بتعترضش؟ ده انا مستغرب الحقيقه. طيب هنروح على طول على وزير التعليم ورئيس الوزراء يعطيان ابنائهما دروس الخصوصيه، ده تصريح لدكتور جابر نصار. الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره كان بيتكلم امبارح في جلسه حضرها وزير التعليم بالمناسبه، وقال انه ما فيش تعليم في مصر. المؤسسات المفروض مسؤوله عن التعليم، ما فيهاش تعليم، والمؤسسات المفروض تحمي وتربي الطلاب، بالعكس هي بقت مصدر الاطفال بيموتوا فيها، وما عادتش صالحه لا في تعليم ولا في امن او امان للطلاب على حياتهم. يمكن وزير التربيه والتعليم اعترض على الكلام ده، وقال انا ما بديش اولادي دروس خصوصيه وانا ضد هذا المبدا، لكن الحقيقه ان هو يمكن الدكتور جابر قال نموذج، قال عندنا الطالب في الجامعه بيدفع 150 جنيه رسوم او المصاريف بتاعته، ولو طلبت منه 50 جنيه لتطوير المعامل يقول لك لا مش هدفع، رغم ان هو بيدفع 15000 جنيه لمكتبات بين السرايات. يعني صحيح. تمام، ده بيرجعنا لفكره انه بس ده هينجحه، ما هو تطوير المعامل هو مش هستفيد منه حاجه، عشان هو اصلا يعني مش هامن، بس هو اصلا مش عاوز يتحمل، هو بيقول بس هو بيروح يجي الملازم اللي هتنجحه، عشان هو عارف ان ملزمه الدكتور فلان الحاجه من بين السرايات هي دي اللي هتجيب له اللي مجموعه عشان يخلص. ما هو الموضوع بقى دلوقتي هنخلص ازاي؟ مش هنتخرج ازاي وهنتعلم ازاي؟ هننجح ازاي؟ مرحله عاوز تعديها. طبعا يعني ده تفكير الطالب، وده للاسف منظور طلاب كتيره جدا، ومش بس طلاب، العائلات، ودي يمكن بقى المشكله الاهم، انه العائلات اصبح ما بقاش حتى، يعني حتى زمان لفتره قريبه جدا كانت دروس خصوصيه كان اللي هو كان يعني تحس ان في حرج شويه، والاهالي بيتكلموا على ان هو اولادهم بياخدوا دروس او ان هم بيدوا دروس، وانه معلش اصله ما ضعيف في الحساب بتاع بيتباهوا دلوقتي ان ده بياخد عند المدرس الفلاني او عند، يعني يمكن زي ده نفس بس النفس. ده انا مش ما اقدرش الوم العائله ساعتها، ما اقدرش اقول الوم الطالب اذا كان في قصور في المدرسه. هو في قصور في المدارس، ما ده بقى اللي احنا عاوزين، ده دي بقى اساس المشكله. انت كوزير تعليم
عارف ان في هو يعني ممكن الدكتور جابر نصار بيقول اللي بيقول ان مفيش دروس مراكز دروس خصوصيه او فيش دروس خصوصيه في مصر كاذب، وده حقيقي يعني، ده حاجه يعني بيت معلوم بالضروره زي ما بيقولوا. لا احنا محتاجين وزير التربيه والتعليم الجديد، عاوزين بقى المدارس ترجع لدورها الطبيعي، المدرس ما يبقاش محتاج انه يدي دروس خصوصيه بعد الدور، يأدي دوره جوه الفصل، الحياه تنضبط. عاوزين الحياه التعليميه في مصر تنضبط زي ما كانت زمان، خرجت علماء. احنا ما اعرفش ايه اللي حصل، بقينا في تدهور. ويمكن هو الدكتور جابر بيتكلم عن ده، ان احنا التعليم بيجري بسرعه الصاروخ في يعني في اتجاه التدهور، كل يوم عن يوم يعني بيكون متدهور اكتر من اليوم اللي قبله. مشكله، هي مش مشكله، هي ملف قومي يعني، ملف يعني حقيقي مصيري، ولو زيه زي الاكل وزي العيشه وزي السكن وزي زي الخدمات الصحه وزي وزي كله. طيب، اجتماعات مكثفه لدراسه الموقف المصري قبل اجتماع لجنه سد النهضه. هنبطل امتى نتكلم على سد النهضه؟ مش عارف امتى؟ يعني يمكن كلام كتير، دول خلصوا 50% من السد، دول خلصوا 90% من السد، واحنا قاعدين زي ما بيقولوا. وزاره الرياضه بتعقد اجتماعات، الاعضاء المصريين مشاركين في اللجنه الثلاثيه، بيعملوا اجتماعات دلوقتي استعدادا لاجتماع مع المسؤولين في اثيوبيا خلال ايام بخصوص ملف سد النهضه. بس الغريب طبعا احنا لسه بنجتمع دلوقتي عشان نجهز ملفنا عشان نروح نقعد معاهم، يعني ده السؤال المهم. يعني احنا لسه، فده يعني دي حاجه تطمن الحقيقه جدا. لا اعتقد اداء وزاره وزير الري واداء الوزاره في هذا الملف مش ليس هو المطلوب، يعني ليس هو المطلوب فعليا. ويمكن يعني هي زي ما هي برضو ملف مصيري، ما هو المايه ملف مصيري. وبيتكلم يعني يمكن الوزير بيقول انه او المصادر في الوزاره بتتكلم على انه هم حاولوا يتواصلوا خلال الفتره اللي فاتت مع الجانب الاثيوبي، لكن ما كانش بيتلقوا رد، بتلقاش رد، ارفع الامر لرئيس الجمهوريه. يعني رئيس الجمهوريه قابل الرئيس الاثيوبي وكان في كلام متحدد ميعاد، اذا كنت انت كوزير مش قادر تاخد ميعاد او مش قادر يعني تتحرك في هذا الملف، طب ما انا ابلغ الجهات، ما اسكتش، انا ابلغ الجهات الاعلى انه مش قادر اعمل ده. صحيح، تمام. طيب، نتمنى فعلا ان هو يعني هذا الملف وملفات اخرى زي التعليم زي الصحه زي الدعم زي كل هذه الملفات المصريه اللي بتحدد مصير ومستوى معيشه وحال الامه بحالها، نتمنى انه يتحسن فعلا. انا بشكرك استاذ محمود الجندي. ومشاهدينا هنروح لفاصل، ولسه كاملين معاكم فقرات نهارك سعيد، خليكم معانا.